السيسي يشهد اليوم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية. كيري يصل القاهرة اليوم في زيارة يستقبله خلالها الرئيس السيسي. مسلح الدولة الإسلامية في العراق والشام يسيطرون على مركز حدودي مع سوريا، واستمرار المعارك للسيطرة على مصفاة بي جي أكبر مصفاة في العراق. صباحا في القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة من شاشة النيل، والبداية مع زميلة شروت حمد. شكرا نجلاء. يشهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخريج دفعة طيران من طلاب الكلية الجوية بمقر الكلية الجوية ببلبيس. كان الرئيس السيسي قد شهد أمس حفل تخريج الدفعة 51 من الكلية الفنية العسكرية، وذلك بمقر الكلية. كما شهد سيادته الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة، حيث طالب الشعب المصري بضرورة الاصطفاف من أجل الوطن. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يصل إلى القاهرة اليوم في إطار جولة له بالشرق الأوسط وأوروبا. كما يلتقي كيري وزير الخارجية سامح شكري، حيث سيتم عقد جلسة مباحثات ثنائية بينهما. ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم في ختام الزيارة. تعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي بهذا المستوى منذ تنصيب السيسي رئيسا للبلاد. تستكمل محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم الاستماع إلى أقوال الشهود في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات التنظيم الإرهابي في قضية الاتحادية بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. تعود أحداث القضية إلى الخامس من ديسمبر من عام 2012، عندما تعدى أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على متظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص بالإضافة إلى إصابة العشرات. تستكمل محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم محاكمة عادل حبارة و34 إرهابيا في قضية مذبحة رفح الثانية والتخابر مع تنظيم القاعدة. تضم لائحة الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال وجنوب سيناء والقاهرة. كانت مذبحة رفح الثانية قد راح ضحيتها 25 شهيدا من مجندي الأمن المركزي. في قضية أخرى، تستأنف محكمة جنح مصر الجديدة محاكمة عاطلين لاتهامهما بالتحرش بطالبتين والتعدي على مجند مرور أثناء تأديته لعمله بمصر الجديدة. كانت المحاكمة قد تأجلت إلى اليوم للاطلاع على أوراق القضية بناء على طلب محامي المتهمين. كانت تحقيقات النيابة قد انتهت إلى إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، وذلك إرساء لقانون التحرش الجديد وتعليمات النائب العام الأخيرة في هذا الصدد. تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس صباح اليوم إعادة محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وخمسة من قيادات قطاع البترول في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل. تأتي إعادة محاكمة فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقد أواخر مارس الماضي، والتي قضت بنقد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 3 سنوات وحتى 15 عاما. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. قطع العشرات من أنصار تنظيم الإخوان بمحافظة البحيرة ليلة الماضية شارع الجمهورية بمدينة دمنهور، وذلك تنديدا بأحكام الإعدام الصادرة بحق 183 إخوانيا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجامعة الإخوان. كان أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قد انطلقوا في مسيرة بالقرب من استراحة اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، رافعين شعارات رابع العدوية، مرددين هتافات مهاجمة
المترجمة لوزارة الداخلية ورئيس عبد الفتاح السيسي ليقوموا بقطع الطريق ومنع السيارات من المرور. خارجية سامح شكري اليوم إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية لرئاسة وفد مصر في اجتماعات وزراء خارجية دول أعضاء الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها غدا وتستمر على مدى يومين. تأتي اجتماعات وزراء الخارجية للتحضير للقمة الإفريقية على مستوى الزعماء ورؤساء الدول والتي يرأس وفد مصر خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي يومي 26 و27 من يونيو الجاري. يشهد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة اليوم توقيع اتفاقية مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ببيت القاهرة الفسطاط. يعقب توقيع الاتفاقية مؤتمر صحفي لطرح رؤية الوزارة في المرحلة القادمة وفتح العديد من الملفات الهامة ومناقشة أهم القضايا البيئية المطروحة على الساحة. بنسبة تصويت تجاوزت 99% أعلنت الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة رسميا اختيار المستشار جمال ندى رئيسا جديدا للمجلس خلفا للمستشار فريد تناغو الذي بلغ سن المعاش. طبقا لقانون مجلس الدولة أن تنعقد هذه الجمعية ويعرض عليها أمر ترشيح أقدم الأعضاء وهو الدكتور جمال ندى، ويبدي كل عضو من أعضاء هذه الجمعية رأيه الصريح في بطاقة الاستفتاء سواء بالقبول أو بعدم القبول. المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندى مواليد عام 1945، حصل على ليسانس الحقوق عام 1967 قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وتبادل الرسالة موضوع البحث بين الجامعات الأجنبية في عام 1975. تدرج المستشار جمال ندى في العمل القضائي بجميع أقسام مجلس الدولة، الإفتاء والتشريع والقضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية والتفتيش القضائي، قبل أن يشغل منصب رئيس هيئة مفوضي الدولة. له العديد من المؤلفات القانونية. أنا سأتولى وسأقوم باستكمال المسيرة خير استكمال وتنفيذ الخطة الطموحة التي يسعى إليها مجلس الدولة في المرحلة المقبلة، وهي خطة تتفق مع الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، والذي سيكون مجلس الدولة أول الجهات القضائية التي سوف تساير الركب. ويعد مجلس الدولة أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر إلى جانب المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقد. أنشئ في عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والجهات الإدارية في الدولة. المجلس هو قاضي المشروعية في مصر اللي المشرع والدستور نطى به الفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد وبين الدولة. المجلس له سلطة إلغاء القرارات الصادرة من الحكومة حال مخالفتها أحكام القانون فضلا عن التعويض عنها. بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة، يتسلم المستشار جمال ندى راية العدالة لحصن من حصون الحريات والحقوق في البلاد والكابح لجماح الجهات الإدارية إذا ما حادت عن جادة الصواب وخرجت عن حكم صحيح القانون. من مجلس الدولة على رشوان النيل. كان هذا مشاهدينا تقريرا حول اختيار المستشار الدكتور جمال ندى رئيسا لمجلس الدولة خلفا للمستشار فريد نزيه تناغو لبلوغه السن القانونية للتقاعد. وإلى العراق، حيث أفادت مصادر أمنية بأن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام سيطروا على بلدة القائم الواقعة على الحدود بين العراق وسوريا. يذكر أن بلدة القائم ومدينة البوكمال السورية المجاورة تقع على طريق إمداد استراتيجي، حيث يسيطر المتشددون على معظم أرجاء شرق سوريا بما في ذلك معبر البوكمال القائم بعد 3 أعوام من المعارك في سوريا. في غضون ذلك، قال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إنه تم صد 3 هجمات في منطقة مصفات بيجي النفطية شمالي العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن مقتل 70 شخصا من تنظيم داعش.
استشهد اليوم فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية فجر اليوم على مواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في جنوب قطاع غزة، لم تسفر عن إصابات. تزامنا اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين من عناصر حماس ليرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 340 معتقلا، وذلك في إطار الحملة العسكرية التي تشنها قوة الاحتلال في الضفة الغربية للأسبوع الثاني على التوالي، على خلفية اختفاء 3 مستوطنين تتهم إسرائيل حركة حماس باختطافهم. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله مراسلة النيل هناك ثروة شقرة. ثروة، يعني هل لك أن تنقلي لنا الوضع لديك الآن؟ يعني بالبداية عزيزتي نعم، اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس مدينة رام الله بشكل كبير جدا على غرار الأيام السابقة، خاصة أن سلطات الاحتلال أعلمت الأمن الفلسطيني أو أعلمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأنها تريد الدخول إلى مدينة رام الله لتنفيذ عمليات واسعة من البحث، أدى ذلك إلى وقوع عدد كبير من المواجهات خاصة في داخل ووسط مدينة رام الله على دوار الشهيد ياسر عرفات، مما أدى إلى وقوع شهيد وعدد من الإصابات بالرصاص المعدني المغلف المطاط. هذا الشهيد الذي استشهد المباني في مدينة رام الله وبالتحديد عمارة ما تسمى بعمارة النتشة بعد أن قرصته رصاصات الاحتلال، ويعني نزف طويلا حتى بعد انسحاب قوات الاحتلال ليعثر عليه مجددا. الشبان الفلسطينيين في مدينة رام الله وبشكل صريح تهجموا على مبنى الأمن الفلسطيني وقاموا بتكسير السيارات التابعة للأمن الفلسطيني لعدم الخروج من تعرض الشبان أو حتى التصدي لجيش الاحتلال حسب يعني ما ذكره شهود عين. الشهيد الآخر هو سقط في مخيم العين في مدينة نابلس، وأيضا هناك حالات إلى هذه اللحظة موت فريدي لشاب في مدينة الخليل أيضا بعد أن تلقى رصاصة معدنية. نعم ثروة، يعني هناك أيضا حملات اعتقال من جانب الجيش الإسرائيلي لبعض عناصر من حماس، خاصة بعد اختفاء 3 مستوطنين تتهم إسرائيل حركة حماس باختطافهم. يعني إلى هذه اللحظة كما ذكرت حصلت الاعتقالات تتجاوز 350 معتقل، منهم أسرى محررين من صفقة شليط وأيضا أعضاء ونواب في حركة حماس، ولكن أريد التنويه لأن هذا المخطط يبدو أنه أصبح واضحا جدا أن إسرائيل تحاول تصفية الحركة وليس البحث عن المستوطنين. حتى الإعلام الإسرائيلي بدأ يتحدث عن حصيلة الاعتداءات وحصيلة الشهداء ويعني نسي موضوع الاختطاف أو كما أسميه المفقودين 3 التي فقدت أثارهم منذ 5 المنصرمين. يعني لماذا إسرائيل تحاول هدم مراكز ثقافية تابعة للجنات الخيرية لحركة حماس؟ يعني هل هناك من معقل أن يكون مختطفين 3 تابعين داخل حضانة أطفال لألف يتيم تدمر وتصادر أموالها؟ يعني أكثر من 150 مؤسسة خيرية تم تهديمها وتدمير مقتنياتها وأيضا مصادرة أموالها، منها حضانات ومنها بحجة أن هناك 3 مختطفين. نعم بحجة أن هناك 3 مختطفين بحجة أن هناك نعم، ولكن دون أن تتبنى أي جهة فلسطينية أكرر دائما، ودون أيضا أن يعني يكون هناك طرف خيط إسرائيلي. عمليات إنزال جوية في الليل تكون هناك في الضفة الغربية، عمليات تدريب عسكرية واسعة في آلاف الجنود الاحتلال سواء كانوا جنود الاحتياط أو الجنود الرئيسيين، فبالتالي أي بحث هذا الذي يعني يسير داخل المؤسسات، الاعتداء على المنازل، تدمير المنازل، تدمير أبواب المنازل، يعني الضفة الغربية بشكل واضح تتحول إلى عن جد أشبه بساحة حرب في يوميا. نعم ثروة شقرة مراسلة النيل من رام الله، شكرا جزيلا لك. في غضون هذا جدد رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامه لحركة حماس بالضلوع في عملية اختطاف الشبان 3. وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جدد نتنياهو مطالبته بضرورة تحرك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإنهاء تحالفه مع حركة حماس على حد قوله. كان عباس قد أكد أنه لا دليل على مسؤولية حركة حماس عن خطف الإسرائيليين 3.
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الموريتانية فوز الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بولاية رئاسية جديدة. وأشارت النتائج بعد فرز 80% من مراكز الاقتراع إلى أن ولد عبد العزيز فاز بأكثر من 77% في الاقتراع الرئاسي الذي نظم أمس. وقد بلغت نسبة الإقبال على التصويت 61% حسب لجنة الانتخابات الموريتانية. عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعم محدود لوقف إطلاق النار الذي أعلنته أوكرانيا من جانب واحد في صراعها مع الانفصاليين الموالين لروسيا، لكنه أبلغ الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو بضرورة إجراء محادثات مع الانفصاليين لمنع انهيار التهدئة. قال الكريملين إن بوتين يرحب بهدنة بورشينكو، لكنه يعتقد أن خطته للسلام يجب ألا تكون إنذارا للانفصاليين، محذرا من أن وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا على أرض الواقع ما لم تتخذ إجراءات عملية لبدء محادثات بين الجانبين المتصارعين. في غضون ذلك أعلن الانفصاليون الأوكرانيون الموالون لروسيا أن المعارك الدامية في شرق البلاد ستتواصل برغم الهدنة التي أعلنت عنها كييف من جانب واحد. من جانبه قال إلكساندر بورودي الذي نصب نفسه رئيسا لوزراء جمهورية دونستيك الشعبية إن العمليات القتالية تتواصل في سلافينسك، مشيرا إلى أن الرئيس بيترو بوتروشينكو لم يحفظ وعده بإيقاف النار، متهما الحكومة الأوكرانية بشن هجمات على القوات الموالية لروسيا. يشار إلى أن رئيس بورشينكو قد أعلن ضمن خطته للسلام إيقاف إطلاق النار من جانب قواته لمدة أسبوع إلا في حالة الدفاع عن النفس. تواصل كوريا الجنوبية اليوم عمليات بحث مكثفة عن مجند قتل 5 من أفراد وحدته وأصاب 7 آخرين برصاص سلاحه وبقنبلة يدوية في قاعدة عسكرية قرب الحدود مع كوريا الشمالية. وانضمت قوات خاصة في كوريا الجنوبية مدعومة بالمروحيات العسكرية لعمليات بحث مكثفة في مناطق التلال للعثور على هذا المجند الذي فر ليلا عقب قتله لرفاقه حاملا سلاحا وذخيرة حية وقنبلة. نظمت وزارة الشباب بالتعاون مع محافظة القاهرة احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الكشافة المصرية. شارك في الاحتفال عروض نيلية وكشفية مختلفة لجمعيات الكشافة بحرية وفتيات مرشدات. بمشاركة قرابة 1000 كشاف نظمت وزارة الشباب بالتعاون مع محافظة القاهرة احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الكشافة المصرية من مختلف الجمعيات بحرية جوية فتيان مرشدات. العمل الكشف ده حاجة عظيمة نعتز بها كنشاط، لأنه هو نشاط يعتبر نشاط مدني بعيد عن السياسة وبعيد عن الدين، وبيرسخ قيم ومفاهيم ومعاني جميلة جداً، بيعود الفرد الكشفي من الذكور أو الإناث على العمل في مجموعات، بيعودوا على الخشونة، بيعودوا على التقشف، لأنه برضو رسولنا قال تخوشنشنوا فإن النعمة لا تدوم. 100 سنة مرت على تأسيس الحركة الكشفية في مصر. عندنا السنة دي كلها كانت فعاليات للاحتفال بالمئوية، كلنا كل الكشافين قائد شبل جوال متقدم كلنا بنحتفل بالكشافة، فدي من ضمن فعاليات الاحتفالات بمحافظة القاهرة شارك فيها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بوجود الأربع جمعيات الكشافة الجوية والبحرية والفتيان والمرشدات. الاحتفالية ضمت عروضا مميزة للأنشطة الكشفية وعروضا نيلية وطابور عرض كشفي وحفل ختام لتوزيع الجوائز والميداليات التذكارية على المشاركين. لمساعدة الآخرين وإحنا اتغيرنا من جوانا بصراحة، وبقينا كلنا إخوات، يعني ما حدش بيفرق بين التاني ولا حد بقى أناني، يعني كله الواحد. الكشافة علمتني، يعني خلتني أعرف إزاي أقول قانون وأحترم الناس الأكبر مني، يعني علمتني الحاجات والدين علمتهولي وكده.
وتأسست الحركة الكشفية في مصر عام 1914 وتعد حركة تربوية تطوعية غير سياسية مفتوحة للجميع تعمل على تغيير السلوك. أشرف إبراهيم، النيل. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. السيسي يشهد اليوم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الكليات الجوية. كيري يصل القاهرة اليوم في زيارة يستقبله خلالها الرئيس السيسي. مسلح الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش يسيطرون على مركز حدودي مع سوريا، واستمرار المعارك للسيطرة على مصفاة بيجي أكبر مصافي العراق. ختام النشرة. جولة في الصحف المحلية والعربية وأيضا العالمية بعد قليل. إلى اللقاء.